تلاقيهم ماسكين قرمات كاتبين أنا عاهرة وأفتخر، تمام؟ المجد للعاهرات، زي منى الطحاوي النسوية المصرية، أنا عاهرة وأفتخر، المجد للعاهرات. بدك يعني أنا أحترم الناس هذول؟ بدك يعني أنا أحترم الناس تبعون الثورة الجنسية؟ بدك أنا أحترم تبعون تحرير الجسد؟ كيف بدي أحترمهم؟ بدك يعني أحترم اللي بيدعموا الإجهاض قتل الأطفال؟ كيف بدك يعني أحترمهم؟ إزاي بقى؟ بدك يعني أحترم اللي بيسبوا على الدين الإسلامي بيعتقدوا إنه تشريعه ظالم، بيعتقدوا إنه رب العالمين ظالم بالتشريعات تبعته؟ كيف بدك يعني أحترمهم؟ كيف؟ ليش بدي أحترمهم؟ أنا عايز حضرتك تقنعني إزاي؟